Ciao a tutti, una nuova lezione dal libro Facile Facile a 2, Unità 1, lezione 14. أهلا بكم معنا على الجيس العربي وحلقة جديدة من حلقات كتاب فاتري فاتري A2 الوحدة الأولى الدرس الرابع عشر. Inserisci l'articolo determinativo corretto vicino al nome. أدخل أداة التعريف الصحيحة بجانب الاسم. Poi scrivi la preposizione e l'articolo. وبعد ذلك اكتب حرف الجر والأداة. Come negli esempi, كما هو موضح بالأمثلة. Esempio, مثال, con più le scarpe. Con طبعا هي حرف جر, preposizione, والle هي أداة تعريف, articolo determinativo, وscarpe هي أحذية. كن من حروف الجر التي لا تندمج مع الأدوات يعني بيظلوا منفصلين. كن لي سكاربي كل واحدة فيهم لوحدها منفصلين. يبقى هنا عندنا بير وبيو وكازا. كازا هتبقى لا كازا فهتفضل زي ما هي بير لا كازا. يبقى كن وبير من أدوات التعريف التي لا تندمج مع الأداة. يبقى هنا بير لا كازا طبعا كازا البيت. كون وهنا أوكيالي. أوكيالي اللي هي النظارات فهتكون لي أوكيالي. لي أوكيالي. كون لي أوكيالي. لا يحدث اندماج بينهم ولا يتكون preposizione articolata. Con gli occhiali. Per le figlie. Per le figlie. Figlie طبعا اللي هم البنات يعني لما حد بينجب إناث بنات. Figlie يبقى هنا per le figlie وبتظل كما هي per le figlie. اوكي. وكن وبورسة. بورسة اللي هي الحقائب جمع حقيبة اللي هي بورسة. وهنا هتكون كن لبورسة وهتظل كما هي كن لبورسة. تمام. يبقى بير وكن من حروف الجر التي لا تتحد مع الأداة. وأيضا ترا فهنقول ترا le righe. righe السطور. ترا le righe ما بين السطور فهتكون ترا le righe. ترا le righe. تمام. وترا وهنا spazio. spazio المسافة. المسافة فهتكون lo spazio. يبقى ترا lo spazio وهتظل كما هي ترا lo spazio. تمام. وكن وهنا بابو. بابو اللي هو الأب اللي هو padre أو بابا فهتكون كن il بابو مع الأب فهتكون هنا كن il بابو كما هي. فرا وهنا albero. albero الشجرة هتبقى الأبوسروفو ألبرو. تمام. فرا أيضا هي نفس معنى ترا اللي هي معناها بين فهتكون فرا الألبرو وهنا هتظل كما هي الاثنين منفصلين فهتكون فرا الأبوسروفو ألبرو. فرا الألبرو. أوكي. في بينهم مسافة ستاكاتي يعني منفصلين. وهنا بير وأميتشي يبقى هنا بير لي أميتشي وهتظل كما هي بير لي أميتشي لا تتغير. بير لي أميتشي non si uniscono لا يتحدون. فرا اي cespugli. cespugli الشجيرات فهتكون فرا اي cespugli زي ما هي ما بين الشجيرات. فرا
cespugli منفصلين رأي cespugli. يبقى per la casa نفس الكلمة و con gli occhiali و per le figlie و con le borse و tra le righe و tra lo spazio و con il babbo و fra l'albero و per gli amici fra i cespugli. كده بنكون خلصنا معاكم درس اليوم ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم.